طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من موقع الصحوة نت: من على أنقاض منازلهم التي فجرتها ميليشيا الحوثي تدعو برلماني ذمار للعودة. ومن صحيفة الغد أو عدن الغد: بندقية معروضة للبيع لتمويل شق طريق بين لحج ويافع. ومن أخبارنا المنوعة: علماء روس وصينيون يجرون تجارب لتعديل الغلاف الجوي. أهلا بكم. الخبر الأكثر تداولا في المواقع الأخبارية اليمنية تتحدث عن أحد المطلوبين للعدالة والذي يظهر كحارس شخصي لزعيم ميليشيا الحوثي، وقد ظهر إلى جوار ضابط هولندي متقاعد يتولى مراقبة الهدنة في الحديدة، وعنون موقع رأي اليمن: مسؤول الحماية الشخصية لعبد الملك الحوثي يظهر مرافقا لباتريك في الحديدة. وقال الموقع أن المسؤول الأمني الأول للحوثيين بمدينة الحديدة والمرافق الشخصي لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي المدعو أبو علي الكحلاني ظهر مرتديا زي الشرطة حاملا رتبة عقيد إلى جوار الجنرال الهولندي باتريك كامبيرت رئيس لجنة المراقبة الأممية أثناء زيارته مدينة الحديدة. والكحلاني هو المرافق الشخصي لعبد الملك الحوثي، وقد أرسله إلى الحديدة بعد أن قتل العشرات من قياداتهم فيما هو أحد المطلوبين على قائمة الأربعين. وقال الموقع إن الصورة التي ظهر فيها المطلوب الأمني الذي يحكم الحوثي نيابة عن زعيم الميليشيا أثارت سخط وغضب اليمنيين، خاصة وأنه أحد أبرز المطلوبين على قائمة الإرهاب. وذهب بعض المراقبين والمحللين إلى القول بأن هذا دليل على تحايل الحوثي وتواطؤ المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة مع الميليشيات، وأن الحوثيين انقلبوا على اتفاق السويد ولن ينسحبوا من الحديدة ومينائها. يفجرون منزلك ثم يلاحقونك من منطقة إلى أخرى، وبعد أن يشردوك ويطالبوك بالعودة هكذا تفعل ميليشيا الحوثي مع اليمنيين. وفي تقرير صحفي يكشف التناقض الكبير بين ما تقوله الميليشيا وما تفعله بالواقع، يعنون موقع الصحوانت: من على أنقاض منازلهم التي فجرتها ميليشيا الحوثي تدعو برلماني ذمار للعودة لمحافظتهم. يقول الموقع إنه في محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء خرج عدد من أبناء المحافظة وقيادات حوثية، أبرزهم المحافظ المعين من قبل الميليشيا محمد حسين المخدشي، في وقفة احتجاجية لعودة البرلمان عبد العزيز جباري ممثل المحافظة في الدائرة 195 عن حزب المؤتمر الشعبي العام للوطن. لكن سرعان ما علق جباري الذي يشغل حاليا مستشارا للرئيس هادي على هذه الواقعة، مؤكدا تقديره لما يعانيه أبناء دائرته الانتخابية في المحافظة من قمع وترهيب وتحويل المدينة إلى سجون ومعتقلات من قبل الميليشيات. وأكد جباري أن خروجه من الوطن لم يأتي إلا بعد انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة ومؤسساتها وتدمير البلاد وتنكيس العملية السياسية التي قطعت القوة فيها شوطا من أجل الوصول إلى دولة مدنية. وعلى مقربة من أنقاض منزل معوضة الذي فجرته الميليشيا خرج أبناء المديرية ووكيل المحافظة المعين من الميليشيات عباس العمودي أو عباس العمدي لمطالبة البرلماني عبد الوهاب معوضة والبرلماني عبد الله النعماني بالعودة إلى الوطن لممارسة أعمالهم البرلمانية. ظلالة الإمامة ومجرى الزمن، تحت هذا العنوان كتب مصطفى الجبزي مقاله في موقع المصدر أونلاين مضيفا: يمكن جدا لمجتمع قد قطع شوطا في التنوير والمدنية ويمتلك إرثا حضاريا ضاربا في القدم والفرادة أن يغرق مجددا في الوحل الخرافي والكهنوت والضلالة والاستغلال الديني والممارسات العنصرية، ولنا في العراق الغالي خير مثال. ولهذا فإن فكرة ضالة آثمة كالإمامة في اليمن تقدم نفسها سلعة من بعض سلع في سوق مفتوح، ينبغي مواجهتها بالعقل لا بالنص والقيم العليا الإنسانية وإعادة قراءة التاريخ وإجلاء الحقائق رغم قسوتها وبشاعتها.
وذلك لاتصال الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل، ولا يمكن التعامل معها دون تعرية هذه الشجرة الخبيثة وإظهار جذورها وممارستها اللا إنسانية وأصلها العنيف الإرهابي وتلاعبها بالدين والمبادئ الإنسانية والقيم الوطنية وبالعقول. وهذا العمل الفكري لن يؤتي ثماره إلا بالذهاب بالبحث أبعد من تاريخ بداية ظهور الإمامة وملابساتها وإهانتها لليمني، وصولاً إلى لحظات المجد الحضاري الإنساني لليمن كقاعدة أساس لإعادة اكتساب الثقة في القدرة على الإنجاز والإبداع. ها نحن أمام فرصة تاريخية ثمينة ونادرة إعلامياً وفكرياً لتعرية وكشف وتنظيف عقول الناس من أقبح الأفكار السياسية الدينية العنصرية التي دنست اليمني وأعاقت نمو وفعله الإنساني وهي الإمامة. وهي فرصة مزدوجة لطرح مشروع اليمن الفيدرالي وحل إشكالية مزمنة ومعالجة الإعاقة اليمنية الكبيرة. فمواجهة فكرة متطرفة غير إنسانية كالإمامة بأشكالها القديمة أو الجديدة، بالعمامة قاووق أو باللوحة المشذبة والنظارات الرقيقة بشكلها المحلي التاريخي أو الصيغة السياسية العسكرية المكتسبة من إيران وحزب الله، تساعد في اجتثاث التطرف الديني المنظم في تيارات كالقاعدة وغيرها أو التطرف التشطيري المناطقي والجهوي. بندقية تمتلكها أسرة في لحج قدمت كتبرع لصالح شق وإصلاح طريق المفلح وادي بن جعفر بئر العروس يهر، أخذت تحقق أسعارا عالية وتنافسا بين أبناء المنطقة الذين أرادوا شراءها وعنون موقع عدن الغد. بندقية عربية قديمة تشعل فتيل التنافس في مزاد خيري لصالح مشروع طريق المفلح. وقال الموقع اشتعل تنافس على سلاح تراثي عربي قديم في مزاد علني خيري بين عدد من المغتربين ورجال الخير في مديرية المفلح بيافع. وطبقا للموقع تعود البندقية إلى أسرة توارثتها جيلا بعد جيل عن أجدادها ليعلنوا تبرعهم بها لصالح مشروع شق طريق المفلح. اللجنة القائمة على المشروع قامت بدورها بالإعلان عن مزاد خيري على البندقية، وفتحت باب التنافس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وافتتح المزاد ب200,000 ريال، وقد تجاوز 1,350,000 ريال كأعلى مبلغ تم الإعلان عنه، وما زال باب التنافس مفتوحا. الجدير بالذكر أن أبناء المنطقة شرعوا بالعمل في مشروع الطريق منذ عام، ويهدف المشروع إلى ربط قرى وعزل مديريتي المفلح ويهر ببعضهما، ويختصر مسافة كبيرة، كما يسهل على أبناء يافع التنقل بسرعة وسهولة عبر هذا الطريق ذهابا وإيابا إلى محافظتي عدن ولحج. تنقل صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن عن نشطاء قولهم إن أطفال جندتهم ميليشيات الحوثي تلقوا جرعات اللقاح في المعسكرات والنقاط الأمنية. وتنقل الصحيفة عن أحد النشطاء المعروفين قوله حول صورة مشهورة ظهر فيها موظفو وزارة الصحة وهم يحصنون طفلا يحمل على كتفه كلاشينكوف وعليه شعار الصرخة، ولم يضع الفتى بندقيته وهو يتلقى جرعة اللقاح بينما كان يؤدي دوره بتفتيش العربات المارة في نقطة تفتيش بصنعاء. وبحسب اليونيسف يشكل الأطفال في صفوف الحوثيين وجماعات مسلحة أخرى ما يصل إلى ثلث جميع المقاتلين في اليمن، وقد جندت الجماعات المسلحة ما لا يقل عن 140 طفلا خلال شهر واحد، ما يعطي مؤشرا على مدى تسارع انتشار الظاهرة، وقياسا عليها فإن أعداد هؤلاء الأطفال يقع في خانات الآلاف، خاصة مع اشتداد عملية التجريف للمجتمعات المحلية. ويشير وزير حقوق الإنسان اليمني محمد أبو عسكر إلى أن الميليشيا الحوثية الانقلابية جندت أكثر من 15,000 طفل منذ انقلابها على الشرعية في عام 2014. اليمن والمستقبل، هل من أمل؟ تحت هذا العنوان كتب مهنا الحبيل مقاله في صحيفة العربي الجديد مضيفا: لو تمكن الحوثي بالمطلق
لتحول اليمن إلى حضرة لا حدود لها للخرافة والتطرف الغيبي الأحمق ضد كل يمني وكرامته لو استقر الحكم بنموذجه الطائفي الإيراني. إنها معضلة كبيرة أمام حركة الشباب اليمني المؤمنين بالنهضة والاستقلال والكرامة الفردية، ولكن في تاريخ الأمم والدول الناهضة هناك خريطة توضع لدحرجة الأوطان من منزلق الصراع المسلح إلى التدافع السياسي الذي يسمح رغما عنه أو وفق قاعدة لعبة فرضتها الظروف، فاضطرت أقانيم اللعبة للسماح لها أو فطنت الحركة التحررية لذلك، وباشرت دعوتها المدنية إلى إنسان اليمن المؤمن بعروبته وإلى إسلام فوق المذاهب وأخويته وشراكته مع كل طيف إنساني للعبور عبر المرحلة إلى الضفة الأخرى لليمن الحر المستقل. ولو راهن الآخرون على اليمن المستعبد المستقطع لعنصرياتهم الحاكمة باسم الطائفة أو باسم الوصاية الخليجية، وإننا نركز على الفكرة الفلسفية للنهضة اليمنية الجديدة ولا نطرح تصورا سياسيا تنفيذيا، وإن كنت منذ سنوات قريبا من قضية أبناء اليمن فذلك لأن فكر نهضة اليمن الجديد سيسبك في سجل مناضليه ويسقى من رحيق أفكارهم وخريطة كفاحهم. وقبل أن أختم أذكرهم بأن معركة التأسيس لميدان اجتماعي وطني جامع تحتاج إلى مراحل ووعي ومصابرة، وأول الخطأ المراهنة على أن الفجر يولد قبل مراحل الفلك وتبدد الظلمة المتدرج. المجد لليمني والسلام لأرضها. في الصحف العربية المهتمة بشأن اليمني عنونت صحيفة العربي الجديد 400 من كل 100,000 يمنية يلقين حتفهن أثناء الولادة. أفادت الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية بأن عدد وفيات الأمهات في اليمن قد يصل إلى 3,600 إمرأة سنويا وبمعدل 10 حالات يوميا. رئيسة الجمعية وهي وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان سابقا الدكتورة نجيبة عبد الغني قالت إن تزايد أعداد الوفيات نتيجة طبيعية لتدهور المؤشرات الصحية والسكانية التي كانت في تحسن مستمر قبل بدء الحرب. وأوضحت الدكتورة نجيبة أن ما تحقق خلال الأعوام الماضية بشأن خفض معدلات وفيات الأمهات تبدد خلال الحرب، والتي تسببت في زيادة العوامل المساعدة على وفيات الأمهات مثل الفقر ونقص الخدمات الصحية وارتفاع كلفة الخدمات والإنجاب في سن مبكرة بالإضافة إلى الإجهاض. وأضافت أن هناك 5.6 ملايين إمرأة في سن الإنجاب بحاجة إلى مساعدة، بينهن 520 ألف إمرأة حامل يعانين من مشاكل صحية و 78 ألف إمرأة يوجد خطر مباشر على حياتهن في عدم الحصول على رعاية صحية. العرب أعداء العرب. تحت هذا العنوان كتب إياد الديلمي مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا في فقرات من المقال. القائمة تطول والألم يكبر، وأنت تجوب ساحة الصراعات العربية العربية التي وصلت إلى مرحلة مخجلة، وبات من النادر أن يتذكر العرب أعداءهم الحقيقيين في غضون صراعاتهم مع بعضهم بعضا. وقد كشف الربيع العربي مستور الأمور، وكشفت الثورات الشعبية أن الأنظمة العربية ومنذ وجدت كانت تتآمر على تلك الشعوب ويتآمر بعضها على بعضها الآخر، وأن الشعارات ضد أعداء العرب إنما كانت للتهييج والتحشيد فقط لا يتعدى صداها المنطقة التي تخرج منها. نعم، هناك ضعف عربي عام وشامل وكبير، وهناك هوة ساحقة سقطت بها هذه الأمة، ولكن حتما ليس بسبب أعدائها وحسب، وليس بسبب حنكة وذكاء كل من يريد أن ينال من هذه المنطقة وشعوبها ويصادر ثرواتها، وإنما بسبب تلك الأنظمة التي ما وجدت إلا لتكون حبلا سريا لديمومة نهب ثروات هذه الأمة والإبقاء على شعوبها تحت رحمة وسطوة أنظمة قمعية لا تعرف للإنسان قيمة ولا للحرية معنى. قبيل الثورات العربية التي اندلعت عام 2011 تشكل وعي عربي كبير أسهم كثيرا في تفجير موجة الثورات العربية، وعلى الرغم من الثورة المضادة التي قادتها دول خليجية في مقدمتها السعودية والإمارات خشية وصول رياح التغيير إليها، إلا أن الوعي اليوم أكبر. لقد ركنت الشعوب في مرحلة ما بعد الثورات
وكانت تعتقد أنها نجحت في استعادة هويتها وحريتها وكرامتها وثرواتها المنهوبة، وفاتها أن الثورة لم تكتمل بعد، وأن طريقها بحاجة إلى نفس أطول ووعي أكبر. لكنها اليوم بدأت تستعيد وعيها، وبدأت مرحلة جديدة من هذا الوعي تتشكل. العرب أكبر أعداء العرب، ومن يخلق هذه العداوات، وهذا هو الجيد، ليس الشعوب، وإنما الأنظمة التي تسلطت على الشعوب. في الأخبار المنوعة نطالع من صحيفة الشرق الأوسط، علماء روس وصينيون يجرون تجارب لتعديل الغلاف الجوي. وقالت الصحيفة قامت الصين وروسيا بتعديل طبقة هامة من الغلاف الجوي فوق أوروبا لاختبار تكنولوجيا مثيرة للجدل للتطبيقات العسكرية المحتملة، وفقا للعلماء الصينيون أو الصينيين المشاركين في المشروع. وتفيد الصحيفة نقلا عن موقع بيزنس انسيرد أنه تم تنفيذ 5 تجارب في بداية يونيو الماضي، وتسبب في اضطرابات فوق بلدة روسية في أوروبا الشرقية والتي تبلغ مساحتها 126,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نصف مساحة أوروبا. وشهدت المنطقة المعدلة التي تلوح في الأفق من ارتفاع 500 كيلومتر و310 أميال ارتفاعا كهربائيا مع جسيمات دون ذرية سالبة بمقدرة 10 مرات من المناطق المحيطة بها. في تجربة أخرى في منتصف يونيو أطلقت قاعدة السورة مجموعة من الهوائيات عالية الطاقة وحقنت كمية كبيرة من الموجات الدقيقة في الجو العالي، يمكن أن تصل قوة الذروة لموجات الراديو عالية التردد إلى 260 ميجا وات، وهو ما يكفي لإضاءة مدينة صغيرة. في نيجيريا القليل جدا من الخدمات الطبية متاحة مجانا، وإذا لم تتمكن من دفع فاتورة علاجك بالمستشفى فقد لا يسمح لك بالمغادرة. من يمكنه المساعدة إذن؟ سؤال لشبكة البي بي سي، والتي تجيب بأن زيل أكرا يواي لا يملك زيل أكرا يواي جناحي ملاك، بل سيارة مرسيدس فخمة سوداء تمتاز بصوت محركها ومقاعدها الجلدية المريحة. هذا المستشار المالي الذي يتجاوز 40 بقليل يخرج أناقته من سيارته بموقف سيارات المستشفى الحكومي ويحييه فريق الأخصائيين الاجتماعيين بحرارة قبل أن يستغرق في مهمته على الفور، ويسألهم عن القائمة فيقدمون له ورقة مرتبة مقياس A4 مطبوع عليها أسماء المرضى الذين تحسنت حالتهم بما يسمح بمغادرتهم المستشفى، إلا أنهم لا يغادرون بسبب عدم قدرتهم على دفع فواتير العلاج. وتتيح بعض المستشفيات في نيجيريا خدمة الدفع بالتقسيط، ولكن حتى القسط الأول قد يكون باهظا بالنسبة لأصحاب الدخل الزهيد أو من لا دخل لهم على الإطلاق. لا يتواصل زيل مع أي من الأشخاص الذين يساعدهم، ولا يرغب حتى في تلقي الشكر منهم، إلا أن هناك شيئا واحدا يأمله في المقابل، ألا وهو أن يقوموا ذات يوم برواية قصة الملاك الذي زارهم عندما كانوا عالقين بالمستشفى ودفع فواتير علاجهم ثم غادر. يقول زيل: هذا هو السبب وراء إطلاق اسم مشروع الملاك على ما أقوم به، كن أنت الملاك الذي تأمل في مقابلته. تواجه أندونيسيا كارثة طبيعية إثر تعرضها لزلزال بقوة 7.5 درجة وأمواج مد عاتية تسونامي أدت إلى مقتل 832 شخصا وانهيار الكثير من المباني ووجود العديد من الأشخاص تحت أنقاض المباني المنهارة ومحاصرة المناطق النائية وانقطاع الاتصالات والمساعدات عنهم، حيث يكافح عمال الإنقاذ للوصول لهم. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت بعضا من هذه الصور لهذه الكارثة.
ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه هي الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كشك الصحافة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.